طبعا حضراتكم اكيد قريتوا كتير وسمعتوا كذا خبر وشفتوا اخبار وناقشتوها حول مساله ازمه حرق المصحف الشريف في السويد. موضوع انا اراه انه يثير حفيظه الكل، حفيظه اي حد في الدنيا من اي دين بالمناسبه، لانه لا احد على الاطلاق يرضى بمساله حرق كتاب مقدس لديانه ايا كان اسمها. ولن تجد الا كل الاستهجان والرفض لمسألة هذا الحرق والاستهانة والإهانة وكأنها المتعمدة للكتاب المقدس بتاعنا كمسلمين، المصحف الشريف والقرآن الكريم. طيب المسألة ما هيش بسيطة، ما هيش سهلة، المسألة خطيرة، المسألة أيضا حساسة، وبالتالي هتجد أنه مثلا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالتأكيد مهمومة بهذا الموضوع وبالتأكيد بتناقشه. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. أهلا 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 معالي النائب المحترم، إزاي الصحة؟ إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ كل سنة ومعاليك والشعب والشعب. اللهم أمين يا فندم. سيادة النائب، هنعمل إيه بشأن هذه الواقعة المهينة، والمجلس تحديدا هيعمل إيه؟ والله يا معالي النائب انت عارف ان هذه الواقعه كانت حصلت والمجلس في اجازه عيد الفطر عيد الاضحى المبارك، واحنا بكره اول جلسات الانعقاد وان شاء الله موجوده على راس جدول الاعمال بتاع لجنه العلاقات الخارجيه. واللجنه دعت برئاسه الدكتور كريم درويش رئيس اللجنه داعين وزاره الخارجيه لحضور الاجتماع لموقف واللجنه من هذا العمل المزري الفظيع الذي قام به احد الاشخاص، والذي اعتقد ان انا مش عايز اتكلم عنه لانه اقل من ان احنا نتكلم عنه صحيح. ولكن اقله ان هو ليس له دين او مله، لان كل الاديان ديننا وقراننا بيحفظ كل الاديان وديننا يعني كل الاديان الدين الاسلامي بيحفظها وبيحترمها، وهذه تجربه واضحه في مصر يعني كامله يعني. طيب ان شاء الله في لجنه بكره وعلى راس جدول عمل هذا الموضوع، وداعيين وزاره الخارجيه هتكون موجود معانا في اللجنه بكره ان شاء الله. سياده النائب، المجتمعات الاوروبيه بالتحديد، ومش هقول حتى المجتمعات الامريكيه لكن المجتمعات الاوروبيه بالتحديد، بتعتقد او بترى انه ده جزء من حريه الراي والتعبير، وان دي حريه شخصيه لكل شخص انه هو يقول اللي هو عايزه طالما انه لا يتسبب باذى مباشر لمجموعه او لفصيله او لطائفه او لشعب او مجتمع. لكن في نفس الوقت حريه الراي والتعبير لا يجب ابدا ان تمس المعتقدات والاديان والمقدسات. هل احنا كمجلس نواب، هل احنا من داخل لجنة العلاقات الخارجية هنبقى ماشيين في خطوات بصدد اصدار بيان عام من المجلس ثم التفاهم ايضا مع البرلمانات الاوروبية لوضع زي ما نقول قواعد عامة بحيث انه ما يحصلش هذا الامر مرة تانية، ما تسمحش الحكومات بهذا النوع من الاهانة للمقدسات مرة تانية ايا كان الكتاب المقدس وايا كانت الديانة؟ هو سيادتك طبعا بداية نؤكد ان حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة للجميع، ولكن بشرط زي ما سيادتك قلت الا تتعدى على حقوق الغير ومقدساتهم باي طبعا. حال من الاحوال. والفعل الاجرام الذي قام به احد المتطرفين بدولة السويد من حرق المصحف الشريف يعني الذي يمثل دستورا ومنهاجا قويا لامه الاسلام، ويعني هذا الكتاب الذي ياتي في مقدمه الكتب المقدسه في العالم ويمس يعني لا يقل عن 2 مليار مسلم على وجه الكره الارضيه. فاحنا هذا الكلام اللي سيادتك قلته وانا باكد عليه ان حريه الراي مكفوله بحيث لا تتعدى على مقدسات الاخرين، واحنا يعني من خلال اللجنه بكره كان في نقاش مع رئيس اللجنه، احنا عن طريق وزارة الخارجية سندعو العالم كله لحضور الحضور الى مصر، ولو وجبت عمل مؤتمر عالمي داخل مصر لاستفادة وتعلم من التجربة داخل مصر اللي يعني التجربة المصرية، ويشوفوا التعايش السلمي والوطنية والحب والاندماج بين كافة الثقافات والديانات داخل مصر وعلى ارضها. يعني اعتقد ان مصر فعلا تعتبر مبراصه لكل الحكومات، لان هذا العمل الذي تم
واعتقد ان يعني الدوله بكامل احترامنا ليها ولكن لم تتخذ الاجراءات اللازمه، لان هذه الدول زي ما سيادتك عارف يا نايب ان مفروض ان الحاجات دي بيبقى لها تصريح فانها تسمح بهذا، ولا يتم اتخاذ اجراءات صارمه ضد هذا الشخص. فاعتقد ان هذه فعلا لها وقفه، وهيكون بكره للجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب تصريح او بيان هام جدا موجه للعالم كله عن طريق وزاره الداخليه. يا مساهل مساهل وزارة الخارجية، أنا بشكرك جدا سيادة النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج مننا لجنة العلاقات الخارجية، أعتقد يحتاج مننا أيضا لجنة حقوق الإنسان أن هم يشتغلوا مع بعض في مخاطبة اللجان المماثلة في البرلمانات الأوروبية، ده مهم خالص. ويمكن سيادة النائب مجدي عاشور قال حاجة مهمة، قال إذا دعا الأمر أن إحنا نطلب أو ندعو ممثلين عن البرلمانات الأوروبية أن هم ييجوا يجتمعوا معنا هنا ونبدأ نشرح وجهات نظرنا ونشرح قد كده أن إحنا بقدر احترامنا لحرية الرأي والتعبير، بقدر أيضا احترامنا للمقدسات بشكل عام أيا كانت الديانة والمذهب والطائفة. مصر مثل حقيقي، يمكن أنا ما بحبش كلمة التعايش السلمي قوي بقدر ما أنا بحب فكرة أن إحنا في عندنا الاحترام والتقدير المتبادل ما بيننا وما بين بعضنا البعض، نحن لا نتعدى ولا نتغول على حق بعضنا البعض في العبادة وفي التقديس وفي احترام مقدسات. ويمكن ده من أكتر الحاجات بالمناسبة اللي خرجت الناس في 30/6،